حافظ على الصلاة مرة مرتين ثلاث أربع، فيأتيه الشيطان فيقول له أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله حمامة مسجد. فيأتي يوم إلى المسجد وأحد العمالة قد سبقه إلى المكان، فمن وسوسة الشيطان له أنه هو أهل هذا المسجد وأنه قد ينهر وقد يقول قم ابعد، يقول كلمة نهر، وقد يكون هذا العامل ولي من أولياء الله قريب من الله جل وعلا، فيكون في نهره أو سبه أو شتمه أو القدح فيه ما يذهب العمل ذلك كله ويبعدك عن ولاية الله. فالعاقل لا يتعرض للمؤمنين.